السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة على قناة خليل للمعلوميات. قناتنا تختص بجديد الربح من الانترنت وكذلك التطبيقات ان شاء الله. اخواني اخواتي، سنقدم سلسلة لجمع رأس المال التي سأقسمها على شكل استراتيجيات ودورات وثغرات من أجل جمع رأس المال، عذرا لأني أطلت بالفيديو لأني كنت أحب أن أقوم بالشرح من على الحاسوب أفضل من الهاتف، لكني وجدت مشكل بالحاسوب، لهذا اضطررت إلى الشرح بالهاتف. الآن بدون إطالة لكي لا نطيل الفيديو، نقوم بالذهاب إلى شرح هذا الموقع. هذا هو الموقع إخواني، عندما تضغطون على الرابط أسفل الفيديو تجدون هذا الموقع. هذه هي واجهة تسجيل الموقع. هنا تدخل بريدك الإلكتروني، وهنا تقوم بإدخال كلمة السر، يشترط أن يكون فيها حروف كبيرة وصغيرة عفوا. هنا تختار الشهر والسنة، ثم تضغط على I agree، ثم create account. تصلك رسالة في البريد الإلكتروني، تقوم بالذهاب للبريد الجيميل وتقوم بتفعيل الحساب. أنا لدي حساب وسأقوم بالدخول إليه. نضغط على لوجين، ثم نقوم بالدخول للحساب. أنا لدي في الحساب 1700 نقطة. هنا تجد الأوفر والأكتيفيتي التي قمت الأعمال التي قمت بها. هنا تجد الأكاونت، وهنا إذا كنت تريد الخروج. أنا وكانت هناك بعض الاستطلاعات أنا كنت قد قمت بإنهائها. تجد استطلاع ب200 نقطة، وتجد استطلاعين ب50 نقطة، وتجد بعض الأسئلة تجيب بنعم أو لا، ثم تجمع نقاط 350 نقطة على ما أظن. الثغرة التي أريد أن أشرحها تكمن هنا، تكمن في دعوة الأصدقاء فراند ريفيرال بونيس. نحن لن نقوم بالترويج إلى رابط الإحالة، نحن سنقوم بدعوة أنفسنا. نضغط على ريفيرال فراند لكي تحصل على كود الإحالة أو كود الدعوة الخاص بك. تضغط على كوبي. تابعوا معي جيدا إخواني، نقوم بالذهاب إلى موقع الإيميلات الوهمية مهمل. نقوم بالذهاب إلى موقع الإيميلات الوهمي. دقيقة فقط إخواني، نلصق رابط الإحالة. إني لا أحبذ العمل بالهاتف. نضغط على السجل. ستجدون كل الروابط أسفل الفيديو. نعم، تضغط على هنا، ستجد بإيميلات وهمية. تقوم بالضغط على الإيميل هكذا. الآن قد نسخته، تقوم بالرجوع إلى الموقع لكي تسجل حساب عبر رابط إحالتك، ولكن بإيميل وهمي. تضع هنا الإيميل الوهمي، هنا تضع كلمة سر عليك حفظها. مثلا نضغط أزيز، نضغط أ كمبيوتر لاتر عم، نضغط هنا عشوائي فقط. هنا نختار السنة 2005.
اضغط على اي ديجري كريت اكاونت. لقد تم ارسال رسالة الى البريد الالكتروني، نقوم بالرجوع الى موقع مهمل، تابعوا معي يا اخوي. الجرم فقط. قم بالرجوع إلى موقع مهمل، ستجد رسالة، تضغط على confirm your email address، إذا لم تجدها قم بعمل ريفرش للصفحة، تضغط على confirm هكذا. اضغط على confirm new email. نقوم بالدخول الى ذلك الحساب الذي انشأناه قبل قليل، اضغط هنا. اضع نسخ، نكتب كلمة المرور نضغط على لوجي. لكي تحتسب الإحالة يجب علينا فقط الإجابة على استطلاعين أو ثلاثة لكي تحتسب الإحالة. أما هكذا فقط نخرج، نجيب فقط على الأسئلة التي السهلة. نعم هكذا، تضع كليك تو ريد هكذا، تقوم بالنزول إلى أسفل ثم ترجع لكي تحتسب لك هكذا، ثم نقوم بالخروج، ثم نذهب إلى حسابنا الأصل. نضغط على لوجين ثم نقوم. انظروا معي يا اخوان، اصبحت بعدما كانت 1700 اصبحت 1800. انظروا الى الاعمال التي قمت بها، هذه كل الاحالات قمت انا بدعوة نفسي فقط عبر موقع الايميلات الوهمي. نضغط على اكاونت، نعم هنا في الاعلى 1800 نقطة، هذا هو الرصيد الاجمالي. 10,000 نقطة هي 10 دولار، سيظهر لك خانة السحب عندما تصل الى 10 دولار، اي عندما تجمع 10,000 نقطة. هذه هي افضل طريقة لجمع النقاط، لا تحتاج منك الى نشر رابط الاحالة او لدعوة اصدقاء او ما شابه، هذه الثغرة يستغلوه. انا قمت بالسحب منه مرتين، لكني نسيت الموقع وقمت بعمل موقع لحساب جديد في الموقع. إن شاء الله أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء.